السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. جدد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل التزام الحكومة الشرعية بالسلام وفق المرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الدولية. ولفت رئيس الجمهورية إلى تحذيراته المبكرة من الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الإنقلابية. من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة التطلعات وخيارات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم بعد تأهله إلى كأس آسيا المقرر إقامتها في البحرين العام القادم. وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو المنتخب والجهازان الفني والإداري ورفع اسم اليمن عاليا رغم الظروف الراهنة والمعاناة التي تسببت بها ميليشيات الحوثي وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية بينها المنشآت الرياضية. كما أشاد بجهود واهتمام قيادة وزارة الشباب والرياضة على تفعيل تحقيق الانتصارات الرياضية في مختلف الميادين. وكرم الرئيس كل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري بمبلغ 15,000 ريال سعودي. عبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أمله في إيجاد حل سياسي وإنهاء الحرب في اليمن. وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال حواره مع شبكة CBS الإخبارية الأمريكية بأن على إيران أن توقف دعمها للحوثيين للوصول إلى السلام. وبسؤاله عن رؤيته لحل الأزمة اليمنية قال ولي العهد السعودي إنه إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير. قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي إن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات الحوثية بقرار الأمم المتحدة 22/16. وأكد في مؤتمر صحفي بالرياض أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي واستخدام المناطق السكنية في الحديدة وصنعاء وعمران لإطلاق الصواريخ الباليستية. وفي رده على سؤال موفد قناة سهيل عن حقيقة ما جرى في كتاف، قال المالكي بأن هناك تضليل إعلامي كبير تمارسه ميليشيا الحوثي وأشار إلى أن الميليشيات تعرضت في حينها لكثير من الخسائر. الحقيقة نحن ذكرناها من 26 أغسطس وذكرنا عملية الالتفاف ومحاولة الالتفاف في خلال الثلاث مؤتمرات الأخيرة الصحفية. عرضنا لحضراتكم استهداف للعناصر الإرهابية والتي كان آخرها اليوم ضمن العملية السابقة أو على مدى 5 أسابيع. تعرضت الميليشيات الحوثية لكثير من الخسائر، أكثر من 1500 فقط في هذه المحاولة، أكثر من 250 عربة نقل أسلحة وإمدادات، وبذلك الميليشيات الحوثية كما ذكرت أخي الكريم أطلقت هذه المسرحية وهي مستمرة في التضليل لأتباعها الذين هم مغرر فيهم في ميدان المعركة أو بأبناء القبائل والزج بهم في معركة خاسرة. أحرزت قوات الجيش الوطني انتصارات جديدة شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي في تصريح لوكالة سبأ إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوما مزدوجا على مواقع شرق جبل شيحاط ومواقع أخرى غرب قرية آل مزهر في مديرية باقم وحررت مواقع عدة. أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام مسام كمية من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف. وأكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي إتلاف أكثر من 1200 لغم وذخيرة غير منفجرة في منطقة قرون السليمة شمال مديرية الحزم، موضحا أن الكمية التي تم إتلافها نزعتها الفرق الهندسية من مناطق في مديريتي الحزم والغيل. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.